السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المتابعين الكرام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب تكونوا بخير، وما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير عشان قناتي توصل لأكبر عدد ممكن. زي ما انت شايفين النهاردة أنا بعمل لكم البسطرمة العراقي، وهي بسيطة جدا وسهلة، وبنقدر نعملها، ممكن ناكلها بعد ساعة على طول أول ما نعملها، بس تجمد حاجة بسيطة في الفريزر تحتاجها، يعني هي مش بتحتاج عامة. انا نفسي هعمل قد نص كيلو لحمة مفرومة معاها حاجة بسيطة كده من الدهون بتاعة اللحمة نفسها، بفرمهم مع بعض. يعني المقادير اللي انا بعملها هتحتاج للحاجات اللي انا هحطها، لكن في ناس بتعملها بكميات كبيرة فممكن هتزودوا المقادير. هحط 10 تومات مطحونين على النص كيلو، معلقة كبيرة حلبة مطحونة، ومعلقة كبيرة ملح، هي مظبوطة جدا، معلقة كبيرة ملح على النص كيلو، طلع طعمها مظبوط، يعني الملح فيها مظبوط، وربع معلقة كبيرة جنزبيل، وربع معلقة كبيرة قرفة، ومعلقتين كبار شطة بابريكا. وربع معلقة قرنفل مطحون، وربع معلقة كزبرة مطحونة، وربع معلقة فلفل أسود. هنقلبهم نعجنهم كده كلهم مع بعض، ولو حابين عادي بتحطوهم في الخلاط، لو في مثلا حتة توم مش مطحونة حلو او حاسين ان انتوا عايزين تتأكدوا من دمج اللحمة مع التوابل كويس، بنقوم حاطينها في البلندر، نديها كده خلطتين على السريع. وطبعا ريحة البسطرمة، طبعا اللي هي زي البسطرمة الجاهزة بالظبط اللي احنا بنجيبها، اللي هي بتبقى قطعة واحدة ومتقطعة نفسها، نفس الريحة طالعة دلوقتي، جميلة وباينة من شكلها طبعا. بس شايفين حتة التوم اللي هي اللي شايفاها كبيرة دي، انا عايزة اضربها في البلندر عشان خاطر تطحن خالص يعني، بس هو مش ضروري، ممكن اعملها على كده يعني، حسب ما انتوا عايزين، يعني اللي تحب انها تطحنها اكتر حاجة بسيطة بس، ونعبيها في الاكياس. ولما حسيت انها خلاص بقت كلها ناعمة، هقوم مفضياها، ريحتها خطيرة ما اقولكوش يعني، عليها تحفة جدا، وطلعت فكرة رائعة، ولما جربتها وعجبتني قلت لازم اقول لكم عليها. ودلوقتي ببدأ بقى اعبيها في كيسين، كل كيس طبعا هيبقى عبارة عن ربع بسطرمة، رائعة وسهلة. البسطرمة التانية بتاخد وقت على ما اعملها، على ما تستوي وكده ونبدأ ناكلها، لكن دي بعد ساعة ممكن بالظبط تحس انها بدأت تمسك نفسها، يعني زي ما انا عملت وشفتوها، بس يا ريت تسيبوها لتاني يوم افضل عشان تكون مسكت نفسها كويس، يعني
قطع الدوائر اللي انا عملتها تبقى ماسكة بعضها اكتر. لو تاني يوم كانت هتبقى اوكي، بس انا حبيت عشان التصوير مرضتش ان انا استنى لتاني يوم. بقوم جايبة النشابة زي ما انتوا شايفين كده وبفردها عشان تبقى يعني القطعة تبقى رقيقة. هو انا اعتقد لو حطيناه على 3 اكياس كانت هتبقى احسن، يعني عشان الكيس يبقى مرتاح خالص والبسطرمة بتبقى فيه مرتاحة قصدي يعني. بس كأنك بتفردي فطيرة، ترققيها على قد ما تقدري عشان لما تيجي تسويها وانت بتعملي البيض تستوي بسرعة. وبتجيبي كوباية او اي برطمان يكون يعني حسب الحجم اللي انت عاوزاه، وبتعملي الدوائر دي اللي انت شايفاها. او عايزة تجيبي السكينة بظهر السكينة تقطعيها تعمليها على شكل كأنها يعني كل قطعة تاخديها. طريقة سهلة جدا جدا وهتعجبكم والله لو جربتوها، واكيد ناس كتيرة ما تعرفهاش، وما تعرفها هتعملها وتعجبها جدا. ممكن تجيبي ظهر السكينة او بالمعلقة دي تعمليها كده، مش لازم يعني كلها تبقى دايرات، دوائر قصدي. وطبعا انا يدوب ساعة واحدة بس يعني ما لحقتش تمسك قوي، فقلت بس عشان اقطعها واجربها معاكم. حتى هي كده وهي لما بتتقطع مش متساوية شبه البسطرمة فعلا. بنحطها، نحطها بصراحة الاول ما حطيت لهاش اي دهون. هو المفروض ان انا كنت ازود لها الدهون شوية اللي هي الدهن اللي بيبقى بتاع اللحمة نفسه. انا ما حطيتش دهن كتير، فعشان كده هحط لها حتة زبدة صغيرة جدا وانا بحمرها، يعني حتة ما تسكرش. هي المفروض هي بتنزل الدهون اللي فيها بس. وبقوم محمراها واكون مجهزة بيضتين مفقشين هحطهم عليها، طعمها تحفة 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 والله، هتعجبكم جدا جدا جدا. وما تنسونيش زي ما قلتلكوا لو عجبتكم البسطرمة العراقية ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير. وإن شاء الله لما تجربوها بألف هنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.